شكرا لكم مرة أخرى على التقديم الطيب، و يعني أشكر القائمين على لجنة البحوث والبحث العلمي في قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود على نشاطهم المميز وتقديم سلسلة من المحاضرات واللقاءات لخلق جو وتنشيط المجال البحثي في قسم الجغرافيا وفي المجتمع الجغرافي في المملكة. طبعا ربما هذه المحاضرة أو هذا اللقاء أسعى فيه أني أستفيد من الحاضرين أكثر من أني أفيد، بمعنى هناك جمعيات كثيرة حول العالم واتحادات دولية يكون ضمن نشاطهم مجموعات بحثية، ولكن الغالب والملاحظ هناك انطواء أو عدم مشاركة من الباحثين والباحثات في هذه المجموعات التخصصية، علما بأن هذه المجموعات تتميز أو تكتمل بمشاركة الباحثين من مختلف دول العالم. وبالتالي المحاضرة أو اللقاء اللي نكون معكم إن شاء الله يكون أيضا يعني يكون مختصر من أجل الاستفادة من المناقشات والمداخلات اللي تفيد وتثري هذا اللقاء. كما تعرفون المجموعات البحثية تنطوي دائما تحت الجامعات في عمادات البحث العلمي وتكون في جميع التخصصات، ولكن هناك مجموعات بحثية تنضوي وتتخصص أو تكون دقيقة في مجالات محددة تحت مظلة الجمعيات الجغرافية سواء المحلية والوطنية أو الدولية والاتحادات الدولية أيضا. فمن خلال مشاركات في بعض الجمعيات وبعض اللقاءات هناك انطواء أو عزوف أو عدم معرفة، ربما الأسباب تختلف، من مشاركة الباحثين والباحثات سواء حملت الدكتوراه أو حملت الماجستير في هذه المجموعات البحثية. فهذا هو موضوع يعني اللي اقترحناه، واللجنة مشكورين تبنوه في هذه الأمسية عن المجموعات البحثية في الجمعيات الجغرافية. طبعا من ضمنها الجمعية الجغرافية السعودية، وهناك كما يعني من العنوان هناك دور لهذه الجمعيات في خدمة علم الجغرافيا من خلال المجموعات البحثية. أنا فقط سوف أمر مرور سريع على نشاط الجمعية، وهي طبعا برزنتيشن عامة حول الجمعية، ونركز على مجال الجمعيات أو المجموعات البحثية في الجمعيات. فالجمعية يعني هي لها هيكل تنظيمي، مجلس إدارة، هناك لها فروع، هناك وحدات تعمل تحت مظلة هذه الجمعية وهذه أمثلة عليها، هناك نشر علمي، هناك برامج، وهناك نشاطات متنوعة. ولكن من النقطة اللي تهمنا هذا اليوم اللي هي المجموعات التخصصية التي ينبثق منها المجموعات البحثية. فأنا تصوري أن المجموعات البحثية المفترض أنها تنبثق من المجموعات التخصصية. هذه المجموعات التخصصية الموجودة حالياً في الجمعية هي المجموعة التخصصية للدراسات السكان والعمران، هناك مجموعة تخصصية لدراسة المناخ والبيئة والمياه، هناك مجموعة تخصصية للتخطيط والتنمية والموارد، وأيضا هناك مجموعة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، هناك مجموعة القضايا المعاصرة في المناهج تدريس الجغرافيا والمشكلات الجغرافية المعاصرة، هناك المجموعة التخصصية للجيمورفولوجي، وأيضا هناك المجموعة التخصصية لتعليم الجغرافيا ومجموعة تخصصية في الجغرافيا السياسية. هذه المجموعات قائمة حاليا، ولاحقا بعرض عليكم تصور
لمجموعات بحثية مستقبلية في الجمعية الجغرافية السعودية. لكن قبل ما نعرض التوجه الجديد للمجموعات البحثية، نحاول أيضاً أن نحاكي أو نطلع على ما هو موجود في الجمعيات الدولية أو الإقليمية. عادة أو معظم الجمعيات الإقليمية في نطاق المملكة، يعني الجمعيات في نطاق المنطقة الشرق الأوسط أو حتى الدول العربية تحديدا، يقل فيها وجود المجموعات البحثية. ولو نظرنا إلى الجمعيات الجغرافية، مثلا الجمعية الجغرافية الملكية في بريطانيا، الجمعية الجغرافية الفرنسية، الجمعية الجغرافية الصينية، نجد من الأشياء الأساسية والأركان الرئيسية أن عندهم مجموعات بحثية. هذه المجموعات البحثية تنبثق دائما من مجموعات تخصصية من الأعضاء، يتشاورون أو يتفقون على بعض المحاور والأولويات البحثية، ومنها ينطلقون في إنتاج أبحاث مشتركة تحت مظلة هذه الجمعيات. فهذه الخطوة أو هذه المرحلة نتطلع أن ننفذها من خلال تعاون الأعضاء الجمعية، وليس بشرط أن يكون عضو مكتمل العضوية، ربما مهتم بهذا المجال ينضم إلى المجموعة البحثية. المجموعة البحثية رئيسها ضروري جدا أنه يكون ضمن أعضاء الجمعية، ولكن الأعضاء 15 على حسب ما يأكل تخصص واحتياجه يكون عندهم طريقة أو آلية في انضمامهم وإسناد المهام لهم، إشراك الآخرين في التخصصات الأخرى أيضا، وليس بشرط أنهم يكونون أعضاء، ليس بشرط. فهذا هو التوجه الذي نسعى إليه، ونحاول أيضا في بما يخص الجمعية الجغرافية السعودية في إعلاننا الجديد إن شاء الله للمجموعات البحثية أن يكون تتوافق عناوينها ومواضيعها مع أولويات المملكة العربية السعودية بما تم إعلانه من الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في مجال الهيئة البحث العلمي. فهناك محاور أساسية في صحة البيئة، في صحة الإنسان، في التكنولوجيز، في التقنيات النانو، نأخذ ما يتوافق مع متطلبات أو إمكانيات علم الجغرافيا، ونحاول أن نوجه هذه المجموعات البحثية في نفس الإطار لمواكبة رؤية المملكة 2030، واللي هي منبثقة، رؤية 2030 هي منبثقة أيضا من رؤية الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 هدف. فإذا نحن ندور في نطاق عالمي إقليمي وأيضا وطني، وبالتالي ليس هناك أي يعني كونفليكت أو تعارض مع الاتجاهات الدولية والاتجاهات الإقليمية والاتجاهات المحلية، بل بالعكس هي مساندة لبعضها الآخر. طيب، بالنسبة إلى الإصدارات، يعني قد تكون أيضا من الهواجس أو التحديات لدى المجموعات البحثية نشر البحوث. عادة إذا قد تكون أوعية الجمعية الجغرافية السعودية، سواء كانت سلسلة بحوث جغرافية، سلسلة دراسات جغرافية، المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية، سلسلة مدن الريف، المدن والريف أيضا هي ممكن أن تكون محكمة. جميع هذه السلاسل والأوعية هي مصادر ممكن يستفاد منها في النشر العلمي باللغة العربية، وكذلك الجمعية ربما يكون لها دور في دعم المجموعات البحثية في نشر المقالات دوليا. فهناك برنامج الآن نسعى إلى أن نخلق هذا البرنامج، وتحقيقه لن يتحقق إلا بتكاتف الجميع، و
إيمانهم بأهمية هذا المجال بإنتاج بحوث مشتركة. طبعاً هذه نماذج من الأوعية البحثية بالجمعية، وهذه بعض الإنجازات اللي يعني حصلت على جوائز وامتيازات. الجانب الآخر، المجموعات البحثية أيضاً لها جانب معرفي، ليس أن يكون هناك نشر محكم، بل قد يكون هناك نشر معرفي وثقافي من خلال إصدارات خاصة، نشرات جغرافية، كتب متخصصة، المطويات، برامج توعوية تناسب الأيام الدولية. فبالتالي، وهذا ما نلمسه في بعض المجموعات التخصصية، يعني بالأمس بعض المجموعات التخصصية كلمني في تنفيذ ندوة لإقامتها من خلال هذه المجموعة التخصصية، وبالتالي يعني هذه أحد الثمرات اللي إن شاء الله تطلع قريبا بإذن الله. ممكن إن أيضا المجموعات البحثية ينتج عنها المؤتمرات، يتفقون على إنتاج مؤتمر تخصصي، وهذا الممارس في الاتحاد الدولي الـ IGU وأيضا في الاتحادات الأخرى، لكن أنا أذكر الاتحاد الـ IGU لأنه حاليا هناك مؤتمر إقليمي تشرف عليه أحد المجموعات البحثية التخصصية، وسوف يعقد في جمهورية مصر، وإن شاء الله أيضا الجمعية الجغرافية السعودية سوف تكون ضمن المنظمين المشاركين في هذا المؤتمر الإقليمي. فبالتالي أيضا هذه المجموعات البحثية ليس فقط أن هدفها هو إنتاج بحث متخصص ونشره والاكتفاء بهذا الشيء، بل هناك عملية جذب للمتخصصين. أنا كيف أعرف أو أضيف لأسماء متخصصين ربما من علوم أخرى أو من دول أخرى إلى مجموعتي البحثية التي أنا أهدف أنها تنمو وتتطور بمختلف المدارس؟ فلا بد أني أعمل نشر توعوي، لا بد يكون عندي مؤتمرات بمختلفها، ممكن تكون عندي أيضا الندوات، ورش العمل، ليس هناك حدود، أيضا إقامة محاضرات، فليس هناك حدود لتنظيم الفعالية أو تنظيمها من خلال المجموعة البحثية. فليس المجموعة البحثية مقتصر فقط على إنتاج البحث أو تداول أفكار من أجل إنتاج بحث علمي. المجموعة البحثية ممكن أيضا تعمل تدريب في تخصصها الدقيق، أيضا مساندة أو الاحتفال بالأيام الدولية أو إقامة رحلات ميدانية متخصصة، وهذه يعني أنا أحاول أيضا أنها تكون موجودة، والجمعية أيضا يكون لها دور في مساندة المجموعات البحثية التي تسعى إلى تنفيذ زيارات ميدانية متخصصة. ربما يكون هناك انكسارات أو هناك عيون مائية أو هناك مثلا ظواهر أحداث بشرية، أو قد تكون هناك أمور لها علاقة بالتربة وانجرافات، فالمجموعة البحثية يعملون رحلة متخصصة لمدة يوم أو نص يوم أو ربما أكثر من أجل هدف واحد محدد، وليس من أجل رحلة شاملة أو متنوعة. لا يمنع إضافة جولات ترويحية أو استطلاعية لمواقع أخرى في نفس المنطقة، ولكن الهدف الرئيسي يكون مركز على ظاهرة محددة، وبالتالي يكون عندنا زيارات ميدانية متخصصة ربما ينتج عنها مقالات علمية، تقارير، ممكن ينتج عنها ندوة أو مؤتمر لتحقيق الأبعاد حول هذا المجال. فإذا هذه من المهام اللي ممكن تعمل عليها ويش المجموعات البحثية بتحقيق زيارات ميدانية، وهذه الزيارات الميدانية سوف ينتج عنها جمع بيانات، وهذه البيانات تتطور وينتج منها أبحاث. فإذا نهاية الأمر هناك بحث علمي، ولكن البحث العلمي ليس فقط عمل مكتبي بحث، فالمجموعة البحثية تكون لها آفاق وتمارس دور الجمعية
في مختلف المجالات، ما يمنع يكون أيضا هناك مسابقات تخصصية، ربما يكون هناك لديهم أيضا شراكات. نعم الجمعية لديها شراكات ووقعت اتفاقيات، ولكن ما يمنع أن المجموعة التخصصية مثلا في المدن تعقد شراكة مع مجموعة تخصصية في المدن في مثلا في الاتحاد الجغرافي الدولي أو في الجمعية الجغرافية مثلا المصرية، المجموعة الجغرافية مثلا، الجمعية الجغرافية مثلا، أو مجموعة باحثين في أحد المراكز العلمية، الجمعية سوف تكون مساندة لهذه المجموعات البحث. المجموعات البحثية لا نريد أنها تكون مغلقة أو مختصرة على مكان آخر. طبعا قبل ما يعني أخلص هذا البرزنتيشن السريع عن الجمعية الجغرافية السعودية، وأنا وضعته بإسقاط على المجموعة البحثية، فالمجموعة البحثية اللي نتكلم عنها وحتى نعرفها هي تمارس نشاط الجمعية بمختلف أنواعها، ليس موضوعها فقط مقتصر على نطاق محدد. الآن هذا هو الموجود عندنا في الجمعية الجغرافية السعودية ورؤيتنا حول المجموعات البحثية، ويهمني نأخذ المداخلات لاحقا ونسمع الأفكار التطويرية اللي نتطلع أنها تكون شركائنا في تبنيها وإحداثها. أنا بقفل العرض وبنتقل إلى ويب سايت اللي هو تبع الاتحاد الجغرافي الدولي، ونأخذ نظرة ماذا تحتوي المجموعات البحثية. ربما البعض لاحظ المجموعات البحثية هنا أو المجموعات التخصصية، والله عددها كبير، 8 مجموعات، يعني الواحد وين يروح وين يجي ممكن يروح في مجموعتين، ولكن هذا ليس شيء مقارنة بما يمارس في الجمعيات الدولية وأيضا الاتحادات الدولية. فلو قفلنا الشيرينج وانتقلنا إلى موقع الاتحاد الجغرافي الدولي، وطبعا هو معروف للجميع، أشارككم فيه معكم على الشاشة الـ IGU. طبعا الموقع هنا المعلومات الأساسية عن الـ IGU، والجمعية أيضا تعمل على ترجمة التقارير اللي تصدر من الـ IGU بشكل مستمر ونشرها للأعضاء. فهناك مسار اسمه التاسك فورسز اللي يقصد فيها بالمجموعات البحثية أو المجموعات التخصصية، مجموعات العمل التخصصية. وأيضا في هذا الجزء How to get involved في awarded إذا أنا عندي مساهمات، وفي activities ممكن أنا أطلع سوف أجد أن هناك مؤتمرات ورش عمل lecturing خاصة بكل مجموعة بحثية تخصصية. اللي أنا يعني أتطلع إليه ما هو موجود في هذا الـ IGU هو خلاصة تجارب العالم. يعني الـ IGU يوجد فيه مقاعد، المقعد لا يمثل إلا شخص واحد أو جمعية واحدة من كل دولة، فهو يعتبر مثل المنظمة الدولية اللي تحمل مقاعد، وكل كل دولة لها مقعد واحد، وبالتالي هذه المقاعد قدموا هذه الخلاصة المجموعات التخصصية أو التاسك فورسز. فلو تجولنا معكم راح نجد الجغرافيا الإقليمية حاضرة، وهذه من الأشياء اللي ربما ليست موجودة عندنا في الجمعية الجغرافية، وربما يعني نتبناها بجهودكم وبتعاونكم. طبعا هناك الأفريكان ستاديز، فإذا هناك جغرافيا إقليمية لدراسة أفريقيا كقارة تشمل جميع المجالات. طبعا هناك مسؤول يتم انتخابه تشير على هذه المجموعة التخصصية أو رئيس أو المنسق على حسب المسميات، وهناك الأفراد المجموعة،
ولهم أيضا URL موقع خاص فيهم، يكتبون أحداثهم إلى آخره ونشاطهم، وأيضا الأعضاء المشاركين. أنا كجمعية جغرافية السعودية لي مقعد أو ممثل للسعودية في الاتحاد الجغرافي الدولي، وفي لقاءاتنا يطلبون باحثين مشاركين من المملكة يشاركون في هذه المجموعات التخصصية. فالمجال مفتوح ورحب للمشاركة معهم في هذه المجموعات البحثية التخصصية، أو نحاكي ما هو موجود ونسقطه في تطوير جمعياتنا العربية سواء السعودية أو غيرها. فأنا عندي مثلاً الأفريكان ستاديز تعتبر، يعني لو دخلت على اليو آر إل تلاحظون كيف أن عندهم المعلومات أول بأول، تحيات أو تهنئات الأعياد لديهم. لكن اللي يهمني حاليا أن هناك الأفريكان ستاديز، هناك مجموعات أخرى ليست بالجغرافيا الإقليمية ولكن تهتم بالمواضيع. فعندي مثلا هنا الجغرافيا الزراعية الأجريكلتشر جيوغرافي، واللاند إنجينيرينج هندسة الأرض. فإذا ليست المجال فقط محتكر أو متقوقع على الجغرافيا، بل المهندسين لهم حضور. المجموعة البحثية وعنوان هذه المجموعات يتم عمل بروبوزل مقترح، يتم رفعه إلى الاتحاد الدولي، يوافقون عليه، يكون له أعضاء، يكون له أهداف، ويبدأ التنفيذ. إذا المجموعة غير ناشطة تختفي ويحل مكانها موضوع آخر. طبعا موضوع آخر اللي هو الأبلايد جيوغرافي، الجغرافيا التطبيقية. البايو جيوغرافي، البايو أند بايو ديفيرسيتي، التنوع الأحيائي والتنوع البيئي. الجغرافيا الحيوية. الكلايماتولوجي، المناخ. فإذا هناك مجموعات تسعى إلى التخصص، وهناك مجموعات إقليمية تسعى إلى دراسة الإقليم، وهناك مجموعات تخصصية تهتم بالماينر أو المايكرو أريا، يعني يهتمون بدولة أو بمدينة أو بمنطقة محدودة. أيضا الكوستال سيستمز، وهذه كلها تلامس المملكة، الأبحاث اللي موجودة أو القضايا اللي موجودة كلها تلامس المملكة. هناك الكولد أند هاي ألتيتيود ريجن، المناطق الباردة والمرتفعات والمناطق المرتفعة. فإذا وتلاحظون هذا المقترح مثلا الكولد أند هاي ألتيتيود ريجنز جاية من روسيا، لأنهم يهمهم هذا الموضوع وعملوا عليه بروبوزل، وينضم لهم الباحثين والعلماء والمهتمين من مختلف دول العالم لدعم هذا التوجه. تلاحظون نائب الرئيس من الهند ربما يعني يشاركونهم في الهاي ألتيتيود. من المواضيع أيضا المهمة اللي هو الكالتشرال أبروتش في الجغرافيا، المناهج البحثية والمناهج الجغرافية في الثقافة، في الكالتشر، الجغرافيا الثقافية. وهذا محور مهم جدا حاليا في المملكة ومطلوب جدا. يعني أنا يعني أتطلع أن يكون عندنا في الجمعية مجموعة بحثية في المجال الثقافي، وبالتالي مواكبة اهتمامات أو أولويات العمل. ونعرف طبعا كلنا أن السياحة هي أحد المصادر أو تنوع المصادر الدخل غير البترول للمملكة العربية السعودية، وبالتالي هو مجال مفتوح جدا ومتسع. الديناميكس والتحرك السريع في الاقتصاد من المسارات الأخرى اللي تهم بعض الدول، أنا يمكن ما نستطيع أن نقرأ كل عنوان،
ولكن تلاحظون الآن عندي حاجة في الـ Environment Evaluation في الـ Gender والـ Geography في الـ Geographical Education الـ Geographic Information Sciences الـ Geography for Future Earth لمستقبل الأرض. ربما يعني هذه المجموعات ربما إذا في أحد يرى من الحضور أو غير الحضور يرغب في انضمام إلى هذه المجموعات، بإمكان الجمعية ترشيح الاسم الباحث إلى هذه المجموعات للمشاركة فيها، ونتطلع أن يكون هذه المسميات موجودة عندنا في الجمعية الجغرافية السعودية، وتكوين مجموعات بحثية تحقق أهداف مشابهة وتتلائم مع احتياجات المملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030. هناك الهازارد، هناك الهيلث انفايرومنت، هناك الهيستوري، مجموعات أيضا خاصة بالآيلاند، فقط مجموعة مركزين هم فقط على الآيلاند، طبعا يرأسها من السويد من جامعة ليوند، ربما لديهم احتياجات في هذا المسار، التصحر وقطع الغابات أو قطع انجراف التربة في والأراضي، تغيرات اللاندسكيب المملكة، هناك مشاريع تتعدى على طبيعة الأرض، تتعدى على اللاندسكيب، هناك تغيرات إجبارية للأرض لإقامة مشاريع ولا تتوائم مع طبيعة الأرض. فإذا هذا الهازارد أو التغييرات في السيرفس، هناك أيضا دراسات وقراءات في اللاندسكيب بلانينج، وقد يكون هذا أحد الأشياء المساهمة في الحد من الفيضانات أو جريان الأودية بطريقة مدمرة للمناطق الحضرية. من المواضيع دائما تتكرر اللاند يوز، اللاند كفر تشينج، اللاتين أمريكان، هنا رجعنا إلى الجغرافيا الإقليمية، اللاتين أمريكان والكاريبيان ستاديز، فهي فقط مركزين على هذه المنطقة ودراساتها بجميع المجالات. فأنا أتمنى أيضا يكون عندنا مثلا لدول الخليج أو للدول العربية مجموعة بحثية تهتم فقط بما هو موجود في هذا الإقليم أو هذا النطاق. طبعا عندنا يعني زي ما انتم شايفين يعني ايضا هنا الميديتيريان بيسن، الموديلينج جيوغرافيكال سيستمز، الماونتن ستاديز، البوليتيكال جيوغرافي، هذه موجوده عندنا في الجمعيه، يعني بعض المجموعات البحثيه عندنا هناك ما يقابلها او يحاكيها في المجموعات البحثيه. انا لا اريد اني اطيل واقرا كل ما هو موجود، انا متاكد انكم بتزورون إن شاء الله هذا الموقع، وربما أيضا يشد لكم أو يشدكم اللي هو التوبونومي، علم الأسماء، وعندنا الأستاذ الزائر من سلوفينيا من أشهر العلماء اللي يعملون في هذا المجال في الأمم المتحدة، ويرأس الوفد سلوفينيا في الأمم المتحدة، ويعمل على الدراسات المسميات الجغرافية والتحقق منها. أيضا هناك جروب خاص فيه، طبعا عندنا في الجمعية ما عندنا المجموعة، ولكن عندنا وحدة للأسماء الجغرافية تهتم بهذا المجال، الترانسبورت أوف أند جيوغرافي، الووتر سستينابيليتي، كلها قضايا ربما يعني تجذب الجميع. ربما في آخر وحدة أو آخر مجموعة لرقم T20 اللي هو اليانج and early career geographer task force، الباحثين الجدد والباحثين في بدايات عملهم المهني ايضا لهم مجموعه يقدمون لهم خارطه الطريق لتطوير ابحاثهم، لتطوير اعمالهم، لتدريبهم على المهارات التي ربما تحتاج الى التجارب والمعارف من التدريس او الابحاث. فهناك مجموعة من أجل تداول وتطوير الأعمال. طبعا هذا اللي استعرضته هو مجموعة من المجموعات البحثية اللي موجودة
في الاتحاد الجغرافي الدولي. الجمعية الجغرافية السعودية عضو فيه. نرحب بتطوير المجموعات البحثية عندنا في الجمعية ضمن أو بتفاعل مع ما هو موجود في الاي جي يو. أيضا الجمعية الجغرافية السعودية عضو في الاتحاد الجغرافي الآسيوي، لديهم أيضا مجموعات تخصصية مشابهة، ربما الوقت ما يسعفنا لاستعراضها ولكن تقريبا متشابهة، من يرغب الاطلاع أيضا والمشاركة بنفس هذه المحاور. الجمعية الجغرافية السعودية عضو أيضا مشارك في الاتحاد الجغرافي الأوروبي، وأيضا لديهم مجموعات بحثية تخصصية. فإذا هناك بحر من المجموعات التخصصية ويتطلعون إلى العمل والمشاركة، ودائما تصلني يعني رغبات أو دعوات إلى إقامة هذه المجموعات التخصصية. يعني أحاول ألخص هذا اللقاء أو هذه الجزئيات اللي تكلمت فيها. من ناحية أن الجمعية الجغرافية السعودية موجودة تعمل على تقديم مختلف الدعم والتسهيلات للباحثين في ضوء مجموعة تخصصية. ماذا ممكن أن المجموعة التخصصية تفعل؟ استعرضنا حزمة من المهارات والفعاليات والأبحاث والخدمات اللي ممكن تساند قيام هذه المجموعات. استعرضنا المجموعة للبحثية الموجودة في دول العالم من خلال الـ IGU. هناك نماذج أخرى، أنا لا أرغب أني أستأثر بالوقت، بل أنا أرغب في السماع منكم أكثر لدعم هذه الأفكار من أجل الخروج بأفكار تكاملية في العمل القادم. فإذا في أي أسئلة أو مقترحات عن طريق الدكتورة السلافة فتفضل. مشكورا. شكرا دكتور علي الدوسري على هذا التقديم وهذه الأفكار يعني الحديثة أو الجديدة بالنسبة لكل المشاركين، احتمال أو أغلب المشاركين معنا فتحت أفكار جديدة ومجموعات جديدة. أنا يعني هذه النبذة كانت نبذة جميلة جدا ونبذة جديدة بالنسبة لكل الأفكار الجديدة اللي أنت طرحتها دكتور. شكرا على هذا التقديم، وأتيح الفرصة لكل المداخلات الموجودين معنا لو عندهم أي سؤال وأي استفسار عن أي موضوع من هذه أنت سرت لنا يا دكتور، فليتفضل. لو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن برفع اليد إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلا وسهلا دكتور سلافة، الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك في جهودك، وهذه بداية طيبة جدا الحقيقة. تسمحي لي أنا ودي الحقيقة أني أطرح وجود جمعية أو مجموعة تخصصية الحقيقة في الجغرافيا، وأعتقد لها مثيلاتها في العالم، لكن عندنا ما هي موجودة اللي هي مجموعة النقل واللوجستيك. أنا أعتقد أن هذه نحاول إن شاء الله نسعى مع المتخصصين ونتواصل إن شاء الله بهذه. أنا أعيد ما قلتين، الدكتور علي فتح لنا مجالات، فتح لنا نافذة على العالم في هذه المحاضرة، فلذلك أنا أعتقد إن شاء الله تعالى بنحاول نوجد لنا يعني مجموعة تخصصية نتواصل مع الدكتور علي، ونتواصل عن طريقه مع الجمعيات المماثلة في العالم. شكرا لكم يا دكتور، يعني هذه ملاحظة، وأيضا خبر سعيد أنها تطلع مجموعة تخصصية في مجال النقل واللوجستيك، ونطلع يعني أتعلم من أعلام الجغرافية النقل، وبالتالي تكوين مجموعة وتدشينها من ضمن الرؤية الجديدة اللي نعمل عليها. ف
فهذا بيكون مكسب لنا، ونتطلع أيضا مساهمة الجميع في نجاح هذه المجموعات التخصصية. دكتور علي، إذا كان لي يعني إذا سمحت لي أبغى أضيف، مؤتمر قطر هو يعني يأخذ البعد الثقافي، المؤتمر قطر اللي هو الاجتماع السادس وكذا وإلى آخره. أنا الحقيقة يعني بشارك فيه مشاركة متواضعة عن اللي هو عن الشعر الشعبي أو الأبعاد الجغرافية البشرية والطبيعية في الشعر الشعبي كذا وإلى آخره. فأنا أقول نعم، فيه مجالات عظيمة جدا 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 في الجوانب الثقافية، وأعتقد أنه يعني لو يتكون مجموعة أو مجموعة تخصصية في الجانب الثقافي الجغرافة الثقافية، أعتقد أنه بيصير ثري إلى أبعد الحدود، ويجد له يعني أتصور كذا بيجد له ناس يعني يعني أعضاء من مختلف مناطق المملكة. شكرا. بإذن الله، يعني هذه من الأشياء اللي ربما تكون حديثة، اللي هو مجموعة تخصصية في مجال الثقافة، وربما أيضا تجمع المهتمين بعلم الجغرافيا والعلوم الأخرى. يعني ليس بشرط أن يكون جغرافي، قد يكون مهتم بالآثار أو بالعمران العمارة القديمة أو الإسلامية، وينضم إلى هذه المجموعة من جانب الجانب الثقافة الجغرافية أو البعد الجغرافي في المجال الثقافة، وينتج عنها أبحاث ونشاطات تشاركية تكاملية، وهذا اللي يعكس الدراسات البينية والتكامل بين العلوم. فنرحب بجميع الأفكار، وإن شاء الله أيضا قد تكون أيضا هذه المجموعة مجموعة أخرى تضاف إلى مجموعة النقل وتكون ضمن القائمة. شكرا يا دكتور محمد المقري، أستاذنا ودكتورنا محمد المقري، شكرا. ونحن دائما يعني نتعلم منك يا دكتور، فلك الفضل في هذه اللجنة من قبل، يعني أنت أستاذنا ونحن نسير على دربك. شكرا، شكرا لمداخلتك وأفكارك، ودائما نستفيد منك يا دكتور. لو عندكم أي مداخلات، نوال الحربي، نوال تفضلي. نوال تفضل يا نوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، حابة أسأل، هل بالإمكان اللي هو نشر طالب الدراسات العليا قبل لا يأخذ الدكتوراه ولوحده، يعني ما معه أحد مشترك معه في الجمعية الجغرافية؟ هم ما يمنع يعني الأوعية النشر اللي موجودة في الجمعية الجغرافية السعودية تستقبل جميع الأبحاث بغض النظر يعني هل هو يعني يحمل شهادة الدكتوراه أو لا. فالهدف الأساسي في البحث أن يكون مكتمل الشروط وضوابط النشر، فإذا اكتملت فإذا هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنها تكون هذا البحث يتوافق مع اتجاهات المجلة واهتماماتها. رقم ثلاثة، يرسل هذا البحث إلى المحكمين ويحكمون اثنين من الأساتذة المتخصصين في المجال البحث، ونتيجة البحث هي اللي تقرر هل هذا البحث سوف يتم نشره أو يحتاج إلى تعديل وبعدها ينشر. تسمح لي دكتور علي أعلق على هذا الموضوع؟ إيه تفضل، حياك يا دكتور. بعد إذنك يا دكتور أسئلة. استكمالا يعني أنا أعتقد أن الطالب لما أنه يعني يصير عنده أبحاث أثناء يعني دراسته وعنده إشراف يعني مشرف عليها أحد أساتذته، فرصة جميلة جدا له أنه ينشر مع أستاذه، لأن الأستاذ يمكن يكون يعني يعطيه فكرة أو يدعم عملية يعني جودة البحث في المجال اللي هو فيه تخصصه، فهذا يساعد على يعني على سرعة قبول البحث للنشر.
بس يعني كذا، ويعطيها كريدت، يعطيها كريدت يعني. نعم أحسنت. وأيضا إضافة للنقطة اللي ذكرتها، يعني قبل نشر البحث ربما طالب الدراسات العليا أو طالبة الدراسات العليا تقدم هذا البحث في ملتقى علمي أو في مؤتمر من أجل عرض الفكرة البحث والمنهجية وأهم النتائج وأخذ الفيدباك والتعليقات من الحاضرين التي سوف تثري وتغني هذا البحث، وبالتالي يكون عدل بعض النواقص أو بعض الإضافات المهمة بحيث أنه يرتقي أو يتناسب مع النشر السريع، يعني بدون ما تكون فيه نسبة الرفض، تكون له نسبة رفض. فهذا قد تكون أحد المهارات لتجربة جودة البحث للنشر من خلال اللقاءات. وربما يعني الطلاب والطالبات يعني يجانبهم أن عدد المؤتمرات قد يكون محدود، وفي صعوبة في حصول على الفرص لتقديم الأوراق العلمية في المؤتمرات. وربما كانت محاولة من الجمعية، أقمنا مؤتمر خاص لطلاب الدراسات العليا السنة الماضية، وفقط هو مخصص للطلاب والطالبات، ومن يدير الجلسات أيضا طلاب وطالبات الدراسات العليا في علم الجغرافيا، من أجل خلق بيئة بحثية وتطويرية لهم تساندهم إلى عملية النشر وغيره. وبالتالي ربما يعني نعلن أيضا عن المؤتمر الثاني للطلاب الدراسات العليا، ونرى مشاركاتكم في هذا المؤتمر بإذن الله. طروحة جيدة وممتازة يا دكتور. فعلا يعني نحن طلابنا بتاعنا الدراسات العليا عندهم أبحاث متعددة وأبحاث جيدة وممتازة، وللأسف يعني الطلاب ما بحاولوا ينشروها أو يحاولوا يطوروا منها على أساس أنها تتنشر. فكوننا نعمل أو تنشئ جمعية تتبنى هذا الموضوع، يعني يكون في مؤتمر ويديروه الطلاب، فأعتقد إن فكرة ممتازة جدا على أساس إن الطلاب يتشجعوا وليلقيها في مؤتمر ثم تاني تحدث أو بيلقى بعض الأفكار المتداخلة من زملاء أو من أعضاء هيئة التدريس. فأنا أؤيد هذه الفكرة، يعني يا ريت لو نعملها دائما سنويا. يعني نحن دائما عندنا طلابنا زي ما قلت بينشروا بيكتبوا أبحاث في كل المقررات وأبحاث جيدة، لكن لا 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 ترى النور هذه الأبحاث. فإن شاء الله يعني يكون في معنا عدد كبير جدا من طلاب الدراسات العليا موجودين، وإن شاء الله نرى أبحاثهم ويشاركوا معنا أو يشاركوك يا دكتور في هذه المؤتمر إن شاء الله، ويكون مؤتمر ناجح وتطلع منه كل أبحاث. طبعا يعني نحن دائما بصدد إنه الطلاب عندهم أبحاث وعندهم أفكار، وهذا يعني نحن عاوزين نشجع من دورهم في رفع مؤشرات الأداء بالنسبة لنا في البحث العلمي. يعني دائما نحن بنحاول نزيد من ثقافة والوعي النشر لهذا العمل، يعني يصحبه أشياء كثيرة تترتب على، يعني نحن في الجامعة تعلمنا الكثير، فالطالب يكون عنده بحث وبعدين خلاص يعجزف عن هذا البحث، خلاص يركنه ويقول لسه عندي مقررات. فأنا بفتكر إنه هذه اللقاءات تشجع هذا الطلاب، والطرح برضو دكتور علي حاليا في هذا شجعهم على إنهم ينفتحوا على العالم الخارجي، وهذا بشيء سهل بالذات المجموعات البحثية بتساعد وبتشجع وبتدي الباحث دافعية قوية. شكرا يا دكتور. طيب لو في أي مداخلة أو أي سؤال أشوف فينا، تفضل الأستاذ مطلق. تفضل أستاذ المطلق. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. الله يحييك. أول شيء شكرا لك يا دكتور علي حقيقة على هذه المحاضرة القيمة، بارك الله في علمكم وجهدكم.
معذرة، أنا حقيقة دخلت متأخر شوية، لكن لفت انتباهي حقيقة المجموعات البحثية التي تحدثتم عنها. وحقيقة المجموعات البحثية اللي موجودة في الاتحاد الجغرافي الدولي، جميل إنه الطلاب وخاصة إن جمعيتنا الموقرة، الجمعية الجغرافية السعودية، الجغرافية السعودية، يعني عضو فيها. فالفكرة جدا ممتازة لعدة أسباب، يعني أهمها أنه رفع تصنيف قسم الجغرافيا. يعني إذا الطلاب والطالبات والباحثين أو الأساتذة اللي موجودين في القسم، إذا أبحاثهم يتم مشاركة خاصة في بعض المجموعات البحثية، حيرفع من بلا شك مؤشر جامعة الملك سعود بشكل عام والقسم الجغرافيا بشكل خاص. لأن حقيقة لا نجد قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود يعني له وزن او له رقم موجود عالميا، يعني حتى يعني نفخر بهذا الانجاز. والاسباب حقيقه تقع على عاتق بلا شك طلبه الدراسات العليا، وهذه المجموعات تساعدهم حقيقه انهم يشوفون العالم ايش يتكلمون عليه. خاصه يا دكتور علي، الاسبوع الماضي او قبل الماضي يعني كان في محاضره عن الجبال، وفي مجموعة بحثية عن الدراسات الجبلية. فجميل إنه نشارك فيها وننشر فيها أبحاث كطلاب وطالبات في قسم الجغرافيا. وأيضا حقيقة برضو لفت انتباهي اليانج أند إيرلي كارير للجغرافيين. فجدا إنه مهم إنه نعرف إيش المسارات، الأشياء المهنية اللي يفترض أنه المختص في قسم الجغرافيا أنه يفترض أنه يحصل عليها، خاصة إذا كتب فيها بعض الأبحاث وبعض الدراسات. يعني حترفع من النولج للباحث وللكاتب وللمجتمع بشكل عام. حقيقة أنا بحكم واقع تجربة، معلش أنا ما عرفت بنفسي، أنا مطالب مطلق البقمي، طالب باحث دكتوراه في قسم الجغرافيا. وحقيقة أنا أشوف أن في طاقات مهدرة نوعا ما في قسم الجغرافيا، خاصة الاستفادة من طلاب وطالبات الدراسات العليا. أنا بحكم مشاركتي في حقيقة في بعض المواد الدراسية، حقيقة نجد من قسم الجغرافيا ما قصر، جاب لنا أفضل الأساتذة على مستوى الوطن العربي من كسعوديين أو غير سعوديين. فما في عذر للطلاب أنهم يشاركون مع هالأساتذة، مع هالنخبة اللي موجودة عندنا في القسم. هل المشكلة في الطلاب والطالبات، أو المشكلة في القسم أنه ما يعطي فرصة للطلاب والطالبات أنهم يشاركون في الأبحاث العالمية، وخاصة أنهم يكتبون باللغة الإنجليزية؟ وأنا وجدت حقيقة من واقع من 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 خلال تجربة ممارسة عندنا، ما شاء الله، لا في طلاب اللي رأيتهم في طلاب الماجستير أو الدكتوراه مستواهم عالي جدا صراحة، لكن ينقصهم مثل المحاضرات التثقيفية هذه يا دكتور علي اللي أشرتم لها. وجزاكم الله خير. ولي طلب أخير، أنه يضع إذا في مجموعة بحثية، أنا ما شفت المجموعات كاملة، لكن هل يوجد في مجموعة بحثية يعني تتحدث عن الذكاء الاصطناعي الجغرافي؟ لأنه ترند جديد وجيد أنه الطلاب والطالبات يعني يبحثون في الذكاء الاصطناعي الجغرافي. هو موجود حقيقة من الثمانينات الميلادية، لكن يفترض أنه حقيقة يفعل عندنا في القسم ويتكثر فيها الأبحاث. وإن شاء الله إن شاء الله تعالى أنه نجد شيء، يعني على الأقل رد الجميل لقسم الجغرافيا كطلاب، يعني كطلاب نحن رد الجميل لقسم الجغرافيا أن نحاول نرفع يعني المؤشرات العالمية الخاصة في قسم الجغرافيا. وشكرا لكم يا دكتور علي على هذه المحاضرة القيمة، والله يعطيكم العافية. حياك الله، شكرا لك على المداخلة وأيضا على التعليقات والمقترحات المذكورة، وتأخذ إن شاء الله بعين الاعتبار والتطوير للعمل الجاري حاليا في مجموعات البحثية في الجمعية الجغرافية السعودية. بالنسبة للاي جي يو، ربما يعني الذكاء الاصطناعي قد يكون موجود تحت مظلة الانيفيشن اند تكنولوجي، فهم عندهم الجيوغرافيك انفورميشن ساينس كمجموعة مستقلة، وفي مجموعة اخرى عندهم اسمها الجيوغرافي of information، جغرافية المعلومات والانيفيشن والتكنولوجيز. ف يعني نحن لو حبينا ناخذ التفاصيل في كل مجموعة ربما ياخذ من الوقت، ولكن هناك اليو ار ال بامكان الاطلاع يعني على التفاصيل او ايضا الابحاث اللي تم انتاجها. وايضا اي طالب او استاذ او
مهتم يرغب في الانضمام إلى أي مجموعة من المجموعات الجمعية تكون هي بريدج أو حلقة وصل لمساعدة أو توصيل صوت الباحث السعودي أو اللي يرغب في العمل في هذه المجموعات سواء في الـ IGU أو في مجموعات بحثية أخرى. كما ذكرنا في البداية أن الجمعية عضو في كثير من المنظمات الجغرافية، لكن في المجموعات البحثية الصوت العربي والوطني غير مسموع أو غير موجود بالشكل المطلوب. فهذا يمكن اللي استدعى أن نثير هذا الموضوع في هذه المحاضرة، وشكرا لك مرة ثانية. نتطلع إلى مداخلات طلابنا وطالباتنا، فلو عندكم أي مداخلات وأي سؤال وأي استفسار. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم صوت السلام. واضح؟ أي واضح دكتور. شكرا دكتورة، شكرا دكتور علي على هذه المحاضرة العلمية. اعذروني أنا دخلت شوي بعدين دخلت طيب الأسنان وطلعت، فما لحقت الصراحة، ما كملت المحاضرة، ولكن إذا كان في مداخلة في هذه المناسبة طبعا هو الشكر للجنة البحث العلمي وعلى عملها ودؤوبها، وأيضا الشكر أن البداية مع الدكتور علي وهو يعني فائز بجائزة الأكثر الأساتذة يعني غزارة في النشر العلمي ما شاء الله على مستوى كلية العلوم الإنسانية وعلى مستوى القسم، وبالتالي بداية كأفضل بداية حقيقة ومحفز يعني للمنسوبي القسم ومحفز أيضا لطلبة الدراسات العليا وغيرهم. ويعني كان يعني اختيار موفق من لجنة البحث العلمي بتكون المحاضرة الأولى لسعادة الدكتور علي الدوسري وفق الله. أنا مداخلتي شوية بتكون فيها يعني نقول ما فيها يعني نوع شوية من القساوة إلى حد ما يعني، ولكن لا بد من الصراحة والحديث بشفافية عشان ما أحد يعني إذا كان معنا من مجموعة من طلبة الدراسات العليا. حقيقة أنا اليوم طلبت إحصائية من الأخ سليمان تبع الجداول عندنا، فعندنا طلاب بكالوريوس 220 وطالبات بكالوريوس 130 وطلاب ماجستير 38 وطالبات ماجستير 56 طلاب دكتوراه 26 طالبات دكتوراه 35، لكن فيه كسل عجيب حقيقة. يعني لم أجد طلاب دراسات عليا في حياتي في كسلهم مثل طلبتنا. يزعل من يزعل ويرضى من يرضى، ولكن هذه حقيقة، وأنا من ممارسة يعني، واللي درسوا عندي ويعرفون هالكلام. ويعني دكتور مطلق إن شاء الله، طبعا هو يزعل دكتور لكن بقول له عشان يزعل، فالأخ مطلق أثار هذا الموضوع، وهو من الناس اللي بادر مع مجموعة معاه في أيام الدكتوراه أو أثناء المقررات، وقدموا أبحاث ومشاركات في جامعات خارج المملكة في مؤتمرات ونشروا أبحاث علمية. يعني كانت في مبادرات وفي طلاب دكتوراه ممتازين، ولكن لا يتعدون النصف يمكن 5%. أنا درست وتشرفت في تدريس شعبة من الشعب فيها 14 أو 15 طالب وطالبة دكتوراه، وعلى مدى يمكن سنة كاملة وأنا وطالب، وحتى يعني تعبت الأصوات وأنا أناديهم انشروا اعملوا أضيفوا المكتبة العربية شاركوا، ولكن لا حياة لما تنادي. فيهم كسل عجيب. أنا أتكلم على طالب على طلاب الدكتوراه وكمثال وغيرهم طلاب الماجستير. يعني إن لم يكن المشرف يعني معه عصا ويتابع ويمسك البحث ويحاول يعني ينشرون، والله لا يتحركون أبدا. وكما نعرف يعني حقيقة هذه واقعة وهذه حقيقة علمية عالمية، إن الوقود الحقيقي والمحرك لعمل لحركة البحث العلمي بأي قسم هم طلاب الدراسات العليا مع طلاب البكالوريوس في المشاريع والآخرين. هذه حقيقة لابد أن نحن يعني نؤمن فيها، مهما كان الأعضاء عندهم غزارة النشر ومهما كان ينشرون مهما، لكن لا يقارنون بطلاب الدراسات العليا. هم المحرك الحقيقي لعجلة البحث العلمي، ولكن طلابنا وطلبات اللي كانوا معنا اللي حاضرين معنا يمكن يزعلون وكذا، هذه حقيقة. وأنا أريد أن أسأل كل أحد منهم وفي يراجع نفسه الآن في مرحلة الرسالة، بعضهم الآن كم بحث يسجل باسمه في أوعية النشر سواء عربية أو دولية،
يعني لا يعقل يعني عدد يعني ضعيف جدا، عدد لا يليق بقسم الجغرافي حقيقة. وأنا أعرف يعني هذا اللي أحزنني أكثر بالأمر، إن عندهم إمكانات هائلة ويستطيعون أن يقدموا من أفضل الأبحاث. يعني هذا لو مثلا لو أعرف والله يقول يا دكتور يعني مستوياتهم ضعيفة ويلا ينجحون وعقولهم يعني ما يستطيعون يكتبون ولا عندهم أبدا، كل هذا غير موجود، بالعكس من أفضل من يكتبون ولديهم القدرة، فقط كسل علمي. أنا لم أجد لها مبرر أبدا، إنه فقط إن هذا عبارة عن كسل علمي. الإمكان أنا أذكر بعض يعني بعض الطلاب والطالبات يعني بادروا وعملوا النشر يعني وبعد يعني الـ يعني الشحذ الهمم والتشجيع نشروا في الاي اس اي على طول، نشروا في الاي اس اي، انا عندي 3-4 ناشر في الاي اس اي. يعني هذا معناه ان عندهم جوده في النشر يعني غير طبيعيه، ولكنهم للاسف متقوقعين. حتى انا عندي طالب دكتوراه الان، يمكن قبل اسبوعين وانا اشتغل معاه بيسلم معاه يعني بيخلص الرساله، قلت ترى لازم ما تناقش رسالة الدكتورة للناشر بحث. قال ها ما كنت أعرف. قلت حين مسيرتك كلها في القسم عندنا من عام 36 إلى 44 ما عندك ولا بحث منشور؟ قال لا ما عندي. شيء عجيب يعني. وهو ما شاء الله من أفضل الطلاب علميا، ويشتغل في مكان مرموق، ويستطيع أن يبحث بأكثر ليس بلغة عربية بعد، بل حتى بلغة الإنجليزية. ومع ذلك فقط قلت ترى ما في تصنيف عندي إلا أنك أنت كسلان علميا. في ناس كسلاني في النوم، ناس كسلاني في الرياضة، ناس كسلاني ما يداومون فيه، لكن في ناس كسلانين ما يشغل مخه، يعني ما عنده ذاك الاهتمام اللي احنا ممكن نشوفه. فانا صراحه عتبي كبير جدا على طلبه الدراسات العليا بالقسم. اوعيه النشر موجوده، الجمعيه الجغرافيه عندها اوعيه نشر، حتى الرسائل العلميه ممكن تنشرها كما هي، وفي عندنا مجلات موجوده والمجلات العربيه موجوده والمجلات ما لا يوجد هناك عذر. المجلات موجوده، قواعد النشر موجوده، وانا اتكلم ك يعني تشرف أن يكون عضو هيئة التحرير في مجلتين تابع الجمعية الجغرافية. كل مرة يرسلنا رئيس التحرير بحث عشان نشوفه، أتمنى أشوف طالب من القسم، أتمنى أن يجي بحث من رسالة، ولا يمكن من سنة أو سنتين ما شفت، ما مر علينا بالقسم يعني ما مر عليه باللجنة هيئة التحرير بحث لطالب دكتوراه أو ماجستير بالقسم. وعندنا يعني مجلة جنبك بالجمعية الجغرافية ومجلة عربية للنظم المعلومات من أقوى المجلات في الجائزة على مستوى الوطن العربي بدون مقارنة، صفر. من سنة وسنتين لم يأتي أحد. وين الطلاب؟ ماذا يفعلون؟ يعني هذه حقيقة. دكتور علي أشكر على تحريك هذا الملف اليوم وعلى المجموعات البحثية اللي في الجمعية، ومفترض إن فعلا إن أنا كنت أتوقع الدكتور علي يقول يا دكتور ترى علينا ضغط هائل من طلبات البحث وما قادرين، فإحنا قادرين يعني نلملم الموضوع، نحتاج سكرتارين، لأن ما في يعني حقيقة. هذا شيء محزن، وأنا أطالب أيضا الزملاء المشرفين والمرشدين قدر الإمكان محاولة إن أقل حاجة بحث واحد من الرسالة العلمية لقدمها الطالب، سواء مشروع بحثي ماجستير، سواء رسالة ماجستير، سواء رسالة دكتوراه، أقل حاجة إن يكون شيء في المكتبة. أنا أعرف عندنا أبحاث ممتازة، عناوين رائعة جدا، رسائل قوية، ولكن والله حرام أن تبقى في المكتبة. أنا اليوم تواصلت معي طالب من إحدى الجامعات وشافت رسالة ماجستير دكتوراه عندي، قال دكتور كيف أحصل على هذه رسالة قيمة جدا، ألا أجد منها نشر أو شيء؟ لا، النشر تبع المناقشة كان مختلف عن رسالة. فيعني الناس ينتظرون من جامعة الملك سعود وينتظرون من قسم الجغرافي وينظرون لأقسام الجغرافي الأخرى إنها جامعة أقوى والقسم الأقوى على المملكة في الوطن العربي، ومع ذلك أبحاثنا محدودة ولا ننشرها ولا نحاول. فبالتالي إحنا نحاول إنها وموجود الدكتورة سلافة ولجنة البحث العلمي يفكرون حقيقة على مستوى اللجنة، يشوفون حلول، يشوفون يجتمعون مع طلبة الدراسات العليا، ما هي الأسباب، ما المعوقات، يعني كل الأمور مهيئة. لكن هذا الضعف حلقة ضعف كبيرة جدا. وأنا مثل ما قلت لكم اللي يحزن أو اللي يعني شيء في خاطري، إن عندهم عقول ممتازة جدا، طلبتنا من أفضل الطلاب، عندهم يعني في خامات علمية، وعندنا أيضا قدرة على البحث العلمي. يعني لو مسك بحث وجلس عليه أنا متأكد يمكن ينافس عضو هيئة التدريس في عملية أن ينشر هذا البحث، ولكن كسلان ما يشتغل، يطالع بس كذا ويخلص مقررات، متى أخذ الشهادة، متى أخذ الوثيقة، هذا سلته، هذا ما يصير. يعني أنت في النهاية حتى انظر له يا أخي، انظر يا طالب دراسة، انظر له حتى من جانب يا أخي ديني، علم ينتفع به. ممكن هذه الرسالة ينتفع بها شخص آخر، ممكن تكون لك يعني حسنات مستمرة مدى الحياة، حتى لو فارق هذا الدنيا يمكن بحثك من 40 سنة يرجع له ويستمر لك الأجر فيه. فهذه يعني
آسف أتكلمت بهذه اللهجة، ولكن أحيانا لابد من قرص، ولابد من قرص الأذان، وأحيانا لابد من كلام الشفافية، لأن عشان يمكن البعض يحتاج إلى نوع من الصفعة حتى يعني يصحصح، لأن هذا صراحة شيء يعني جدا مزعج على مستوى القسم. وعندنا يعني الأعداد قبل شوي قلت لكم عليها، والله لو كل واحد منهم سوى بحث ممكن عندنا أكثر من 200 بحث في السنة نطلع، ولكن يعني المحصلة ضعيفة جدا. ولكن الله المستعان، إن شاء الله متفائلين إن إن الأمور في المستقبل يعني إن شاء الله بتكون يعني بتكون أفضل. وننتظر إن شاء الله أيضا إحنا نتعاون إحنا كأعضاء هيئة تدريس مع الجمعية الجغرافية في المجموعات الموجودة، نتعاون في يعني دائما عندي حلم قديم أتمنى إن شاء الله أن يتحقق عن طريق الجمعية وغيرها، أن ننشئ عندنا مقررات، نؤلف كتب في التخصص. يعني قسم الجغرافيا حقيقة عنده قامات علمية كبيرة، ممكن نشتغل على كتب، ممكن نشتغل على كتب في مجالات كثيرة، ونؤلف ونساهم في المكتبة العربية، وعن طريق الجمعية يعني أكيد بتكون داعمة، راح تقصر يعني في هذا الجانب حتى تتبنى مثلا مبادرة تأليف كتاب. ممكن أقترح على الدكتور علي لو كان يعني يناقشون هذا في الجمعية، لو يوضعون مثلا مبادرة مثل ما تعملها عمادة البحث العلمي عندنا في الجامعة، أن مبادرة تأليف كتاب وتضع جائزة رمزية أو جائزة حتى مبسطة أو جائزة تسويق وطباعة للكتاب على حساب الجمعية، أنه والله تعالوا في عندنا جائزة اسمها جائزة تأليف كتاب، من يستطيع من أعضاء هذه من يألف كتاب نحن نتحمل التسويق ونحن نتحمل الطباعة ونتحمل إلى آخره، ويحكم وبيكون الجمعية لها ويكون حق الجمعية وشعار الجمعية والآخر. أعتقد أن الأعضاء والعضوات لديهم إن شاء الله أن الإمكانية أنهم يشاركون في هذا. أطلت عليكم معذرة، ولكن كان بس يعني أتكلم بهذا النقطة لأن أنا أتحسف على الأعداد اللي عندي، وأتحسف أن الأعداد تطلع ويتخرجون من عندنا من القسم وإحنا ما استطاع أن يضيفون أو أنه يبحثون أو يقدمون لنا. إحنا في المكتبة العربية ومكتبة الجغرافية أبحاث من طلبة مميزين، وأنتم تعرفون الأعداد تتقلص يوم بعد يوم، والدراسات العليا أصبح أعدادها قليلة، ويعني إحنا كنا في 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 ثورة عددية كمية كبيرة جدا من الطلاب الدراسات العليا، ويمكن كان عندنا أكثر من يعني أكثر من أعداد قلتها الآن، كانت أكثر بكثير، كان عندنا 300 طالب و 250 طالب، والآن بدأ الأعداد تتناقص، وبالتالي نريد أن نلحق ما نلحق بحيث أن الطلبة اللي عندنا إن شاء الله يشاركون في عملية النشر العلمي. آسف على الإطالة وشكر لكم جميعا وبارك الله فيكم. شكرا سعادة رئيس القسم على هذه المداخلة، وأتمنى طلابنا كلهم يكونوا استفادوا من هذه المداخلة. فعلا نحن نحظى بعدد من الطلاب كما قلت دكتور إنهم عندهم إمكانيات هائلة جدا، يعني في بعض الأحيان ممكن الطالب ينشر ويكون أو يستحدث بحث يعني يفوق عضو هيئة التدريس. فأتمنى كل طلابنا يعني يشاركوا لرفع مؤشراتنا في البحث العلمي. شكرا يا دكتور، ونتمنى انه لو في عندكم اي سؤال، لانه تقريبا الحين الساعه تجاوزت 8:30، فلو في اي مداخله من الطلاب او عندكم اي سؤال ممكن تتفضلوا. لو في اي مداخله ان شاء الله. الدكتوره سمحتي، اليوم كما تناقشنا انا وياك في المحاضره، ان شاء الله جالس اجهز لمحاضره لاولويات البحث العلمي ان شاء الله في القسم، وبإذن الله تعالى راح أعمل عليها قدر الإمكان بحيث أقدمها بصورة إن شاء الله جيدة لطلبة الدراسات العليا وللقسم. وبإذن الله تعالى يعني أول ما أنتهي منها إن شاء الله حنسك معكم كما وعدتكم أن نقدمها يعني. وأتمنى أيضا أن أحاول أن يعني جهدي ببذل إن شاء الله أن نقدمها لأقسام الجغرافيا، يعني حتى للطلاب والطالبات من أقسام أخرى ندعوهم، لأن بحاول قدر الإمكان أنا أبدأ فيها جهد كبير، راح أدخل على المجلات العلمية، راح أدخل على آخر الأبحاث الموجودة، راح أعمل تحليلات إحصائية لبعض المؤشرات، الاتجاهات البحثية الموجودة، اتجاهات الوطنية، اتجاهات وزارة التعليم. فبحاول إن شاء الله نقدم محاضرة يبنى عليها حتى في الجودة عندنا في خطة البحث العلمي بالقسم واتجاهات أولويات البحث والنشر، عشان نساعد أبنائنا الطلاب وزملائنا الأعضاء أيضا، بحيث إن إحنا يكون عندنا في القسم أولوية بحث علمي منشورة وموجودة ومحكمة. وايضا ممكن نضع ان شاء الله كورشه يشترك فيها الزملاء والزميلات، ونضع لنا خريطه طريق يعني ننطلق منها في اولويات ان شاء الله البحث العلمي واتجاه النشر العلمي ان شاء الله في القسم. وبجهودكم يا دكتوره ودعمكم في اللجنه، وانتم تقوم بدور كبير، بارك الله فيكم. شكرا يا دكتور، وان شاء الله يعني نحاول نبلغ كل اعضاء هيئه التدريس ونعمل اعلام من بدر على سنه يشاركونا، يعني نتمنى طلابنا في دراساتها العليا كلهم يعني يحاولوا يدخلوا مثل هذه المحاضرات والدورات عشان يستفيدوا إن شاء الله.
بنحاول نعلم إن شاء الله دكتور من بدري على أساس إنه نعممها حتى في وقت المحاضرات على أساس إنه الطلاب يشاركونا أكبر عدد من الطلاب للاستفادة زي ما قلت. شكرا يا دكتور على هذه المداخلة، شكرا لكل الحضور. ما شايفة في حد متداخل معنا الحين، إذا ما في حد عندهم أي مداخلة ممكن نستسمحكم وننهي هذه الجلسة. لو سمحت اتفضل. اتفضل. لو سمحت يا دكتورة، أنا حقيقة بس ودي أعلق على كلام أستاذنا ورئيسنا الدكتور مفرح القرادي الله يحفظه، وكما أن الدكتور علي الدوسري هو الرئيس الذهبي للجمعية الجغرافية، وفي في في خلال رئاسته للجمعية الجغرافية حققت المركز الأول، ولأول مرة حقيقة يعني تحقق هذا المركز على جميع الجمعيات العلمية والإنسانية. فأيضا مع الدكتور مفرح الآن في قسم الجغرافيا، فأنا أقول مثلا يعني على سبيل المثال أنه الأرجنتين حصلت على كأس العالم بسبب لاعب موجود قاد منتخبه اللي هو ميسي، فأنا أقول أنه ميسي قسم الجغرافيا والدكتور مفرح فعلشان هذا القائد، فيفترض نحن كطلبة أن حنا نعمل جهدنا ونبتعد فعلا عن الكسل ونكتب أبحاثنا في مجلات نخبوية حتى إن شاء الله يعني نرفع من تصنيف أو يعني نكثر من 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 النشر العلمي للقسم الجغرافي عالميا، لسبب واحد لأنهم حقيقة الجانب العلمي للدكتور مفرح معروف، لكن الجانب الإنساني يمكن ما هو مبين للجميع. الدكتور مفرح هو اللي دعمنا، الدكتور مفرح هو اللي المشاكل الطلاب والطالبات هو اللي يدعمها، يدعمهم حتى في التوظيف. فعلشان هذا الرجل يعني يفترض أن الجميع حقيقة يعني يشتغل ليلة نهار حتى على الأقل يرضي قائد الذهبي لقسم الجغرافيا، وإن شاء الله القادة السابقين واللاحقين إن شاء الله فيهم الخير والبركة. لكن لهذا الدكتور دكتور مفرح القرادي حقيقة وشهادتي فيه مجروحة، لكن حقيقة يفترض أن حنا نكثف الجهود ونصير في تواصل قريب بين الطلاب والطالبات حتى نحاول نكتب أبحاث إن شاء الله تكون يرضى على عنا على الأقل رئيس القسم. وشكرا لكم. شكرا مطلق. شكرا مطلق على الإطراء، بارك الله فيك. أتمنى أن يعني حتى ولو كان 5% من روح الحماس اللي عندك نوزعها على طلبة الدراسات العليا عشان إن شاء الله يعني ينتعشون بإذن الله وفيهم الخير والبركة جميعا. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا. شكرا سعادة الأستاذ المطلق. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم، حنان الغيلان معكم، الله يسعدك. تفضلتي. أسعد الله أوقاتكم، شكرا جزيلا على هذه الندوة الجميلة والمواضيع الجميلة تهم طلاب وطالبات الدراسات العليا. شكر موصول للدكتور علي الدوسري والدكتور مفرح القرادي، وأنت يا دكتور ما شاء الله بارك الله فيكم على نشاطكم. بس في نقطة ودي أشير لها، يعني ممكن أنا وقفت عليها من خلال يعني ارتباطي بطالبات الدراسات العليا وفي اللجان العديدة الموجودة في القسم. الطالبات كثيرة، يعني أنا لأني أكثر متصلة في الطالبات، عندهم بحوث في طالبات الدراسات العليا وينشرونها، لكن يمكن ما ينشرونها في الجهات اللي أنتوا ذكرتوها. لما جيت سألتهم، وهذا أيضا أنا وقفت عليه من خلال بحثي الأخير، لقيت أن الجهات هذه إطالة في التحكيم إضافة إلى إطالة في مدة النشر. دائما يعني الطالب والطالب يحبون أنهم تكون هذه المدة، يعني ما نقول إنه أقصر بقدر ما نقول إنها مدة يعني متوسطة يقدر يتقبلها الباحث حتى ينشر بحثه. فكانت هذه إحدى المعوقات، يعني عشان كذا إحنا ما نطلع على الأبحاث المنشورة اللي تنشر. يعني دائما إنه إذا ما شفنا أبحاث منشورة في مثلا الجمعية السعودية أو يعني النقاط المحكمة، رغم إن قوتها في البحث العلمي، لكن الطالبات يلجؤون إلى جهة قد تكون يعني أقل، وهي أقل يعني بسبب بس إن سرعة النشر. فهذه النقطة ودي إن ينتبهون لها يعني الأساتذة الموجودين في الجمعية الجغرافية السعودية أو في مجلة الآداب إلى آخره، إن المدة الزمنية هذه إحدى العوائق اللي تخلي طلابنا وطالباتنا يلجؤون إلى جهات أقل بكثير من الجهات اللي إحنا نأمل أن نشوف إنتاجهم العلمي. جزاكم الله خير، الله يسلم.
شكرا أستاذ عنان على هذه المداخلة. طبعا هذه المجلات يمكن ما أقدر أرد عليك في فعلا في بعض المجلات بتاخذ زمن، لكن في بعض الأحيان بتكون عندهم أسبابهم، يعني نحن يعني ده حسب ما أعلم يعني. فعدد المحكمين للبحوث دائما بيكون قليل، لذلك بتكون في مدة في يعني بطول الفترة الزمنية في التحكيم. ممكن إذا معانا دكتور علي الدوسري برضو في الجمعية ممكن يرد على هذا السؤال. شكرا لك دكتورة. طبعا أشكر لمداخلة الدكتورة مفرح، وكثير من النقاط اللي يعني اقترحها يعني هي نعاني فيها ونفكر فيها. فمثلا من جانب النشر الكتب، فالجمعية الآن عندنا تقريبا الآن 3 إلى 4 كتب تعليمية textbook تحت الطباعة في مختلف المجالات الجغرافية، فإن شاء الله أنها تكون يعني سند للمكتبة العربية وللطلاب في بكالوريوس وأيضا في مرحلة الماستر والدكتوراه. دعم الطلاب، احنا يعني يمكن الدكتور فرح من أكثر من المبادرين في لما أقمنا الملتقى الجغرافي الأول للطلاب الدراسات العليا، وخصصنا للطلاب من أجل تحفيزهم، وكان المكاتبة لجميع أقسام الجغرافيا في المملكة للمشاركة وتمثيلهم بطلاب وطالبات في هذا الملتقى. وبالتالي إن شاء الله يكون له النسخة الثانية قريبا بإذن الله يتم الإعلان عنها. بالنسبة لمداخلة أيضا الزميلة الأستاذة حنان، فهي فعلا مهم أن الباحث يتمنى أنه يعني يرسل البحث ويرى بكرة أو في أقرب فرصة البحث منشور. لكن دورة النشر العلمي سواء عندنا أو في العالم الخارجي، دورة تأخذ ما بين 3 شهور إلى 6 شهور. لماذا؟ لأنها دائما مرتبطة بالمراسلة، هيئة رئيس هيئة التحرير يطلع عليها ويحيلها إلى لجنة هيئة التحرير، تحال إلى محكمين، بعض المحكمين يرفض بعضهم يوافق، تتأخر نتائج التحكيم وترسل إلى الباحث، الباحث أو الباحثة يحتاج أيضا وقت حتى يعدل المتطلبات، يرجعها إلى المحكم، المحكم يقر ما تم تعديله، هنا يصدر خطاب أو يكتب أن البحث يعني قبل للنشر. طبعا هذه الدوامة أو المجال يحدث في مرحلة التحكيم. تأتي مرحلة أخرى لمرحلة الطباعة، هناك تحرير، هناك إرسال إلى المطبعة، أيضا الطباعة وإخراج الكتاب. الجمعية حاولت في تقليص هذه المدة الزمنية بقدر المستطاع، تم التحول إلى النشر الإلكتروني بحيث يعني تختصر المسافة ويطبع عدد محدودة للباحث. تم النشر الاعتماد على النشر الإلكتروني، وأيضا تقليص التصحيح، لأن اللي يعني ممارس الباحث يقدم البحث بشكله الغير متكامل من ناحية الإخراج الفني، ويتم في الجمعية يتم الإخراج الفني، فهذه أيضا من الأشياء اللي ربما تؤخر إنتاجية البحث. فربما تكون من فلسفة الجمعية يعني قريبا نعلن عنها، الإنتاج الفني يسند على الباحث، إذا لا يستطيع يتم وضع رسوم ويتم إنجاز البحث بطريقة أسرع. فإن شاء الله هي دورة للنشر قد تكون طويلة ما بين 3 شهور إلى 6 شهور، ولكن نسعى إلى تقليصها إلى الحد الأدنى ليرضي إن شاء الله الباحثين والباحثات، وما نستغني إذا في مبادرات أو مقترحات نرحب بها دوما. شكرا دكتور علي. نرحب بمداخلة دكتور عبير، تفضلي. السلام عليكم.
السلام. يعطيكم العافية، يعطيك العافية دكتورة سلافة، ويعطيك العافية دكتورة. هذه يعني كانت محاضرة جدا جميلة ومعلومات جدا مفيدة. يعني هي فقط أنا عندي ملاحظة وبعض الاستفسارات، يعني ممكن نستفيد من مركز البحوث في تكوين المجموعات البحثية، يعني بداية انضمامنا للمجموعات البحثية في المركز البحوث أبدا ما كان يعني مفكرين إن إحنا ننضم، خصوصا إنه شروطهم لازم يكون في ناشر في الاي اس اي ولازم يكون خلال سنة، وفي شروط صارمة نوعا ما كانت في المجموعات البحثية، فما كان أبدا إحنا مفكرين إن نشترك. بس يعني كان عندهم، كانت الدكتورة رجاء الله يسهل عليها، كانت يعني عندها طولة بال علينا بشكل كبير، ما كان في خيار، يعني لازم تشتركي، تلفونات رايحة جاي أكثر من مرة، لازم تشتركوا، لازم تكونوا المجموعة. طيب وبعد هذا دللت لنا شوي الصعوبات في النشر، دللت شوية بالمدة والدعم، فممكن إحنا برضو بنفس الفكرة، يعني لما نخير الأعضاء هاي التدريس ما حيكون في نتيجة ضغط العمل والمحاضرات وكذلك الطالب، يعني بينما لما يكون في يعني تركيز أكثر من مرة ومرتين وثلاثة للأبحاث اللي فيها بذرة طيبة وعمل علمي جميل، فممكن ونسخر وندلل بعض الصعوبات، فممكن نطلع في مجموعات بحثية جدا جميلة. هذه أول نقطة. ثاني نقطة كنت حابة أستفسر عن المجموعات التخصصية اللي عرضها الدكتور، يعني إيش مطلوب الآن من عضو هيئة التدريس حتى إنه ينضم أو إنهم ينشئوا هذه المجموعات، وإيش العوامل اللي بتساعد على استمرارية هذه المجموعات التخصصية؟ يعطيك العافية. شكرا لك يا دكتورة، بالعكس هذا يعني أعطيتنا السيناريو على المراكز البحثية، وأنها فعلا قد تحتاج وقت حتى تتبلور الأفكار والمجموعة البحثية تبدأ يصير فيها تجانس، وتكون الداتابيس أو البيانات المطلوبة لهذه المجموعة التخصصية اكتملت أو أصبحت جاهزة لإنتاج البحوث. طبعا أنا استعرضت المجموعات البحثية اللي قائمة موجودة حاليا في الجمعية، واستعرضت أيضا في المقابل المجموعات اللي موجودة دوليا، وأيضا هذه الآن يعني أنا عملت معكم شير للجمعية الجغرافية الملكية في بريطانيا في مجال الريسيرش جروب المجموعات البحثية، وأول سكشن وضعوه بشكل واضح How to join research or working groups، وذكروا المجالات اللي موجودة أو الجروبات اللي موجودة التخصصات، وكل تخصص كأنها يعني ماست إنه عندهم تويتر وعندهم ويب سايت لكل مجموعة تخصصية حتى يمكن الواحد يطلع على المجالات والاهتمامات التي لديهم، ومنها يبدأ يقدم بروبوز للرئيس المجموعة، يطلب منه الانضمام ويكتب أو باراجراف عن سيرته الذاتية وإنتاج أعماله ويعني مدى مساهمته لهذه المجموعة، وبعدين المجموعة يوافقون على انضمام العضوية. هذا بالنسبة للمجموعات الدولية في الجمعيات الدولية والاتحاد الجغرافي الدولي. ومن يرغب الانضمام إلى هذه المجموعات الدولية ربما يكاتبهم مباشرة، يتواصل معهم مباشرة زي ما هو موجود على الموقع، أو يتواصل مع الجمعية، والجمعية سوف تساند وتساهم في إيصال الصوات الأعضاء أو المهتمين في الجغرافيا في المملكة، إيصال صوتهم إلى المجموعات الدولية والعمل ضمن نطاق الجمعية ومساهمتها مع الجمعيات الأخرى. هذا جانب. الجزء الآخر اللي هو الجمعية الجغرافية السعودية والأبحاث والمجموعات اللي عرضناها هي قائمة، ولكن ربما يأتي دكتور قبل شوي مثلا الدكتور محمد المقري ذكر أنه مثلا ممكن تأسيس مجموعة جغرافية النقل والدعم اللوجستي، عفوا جغرافية النقل واللوجستي. إذن هو لما طرح هذه الفكرة
رحبنا فيها. فإذا الخطوة اللي بعديها يكتب بروبوزل أو مقترح عن هذه المجموعة، أهميتها، أهدافها، النشاطات اللي ممكن تمارسها. مجموعة من الأعضاء يعني في حدود الخمسة، خلنا نسميهم المؤسسين، ممكن يكون أكثر أو أقل، لكن الأفرج خمسة أشخاص يكونون هم المؤسسين. وهذا العنوان يرفع إلى مجلس إدارة الجمعية من خلال الرئيس أو من خلال الوحدة المجموعات البحثية وفي الجمعية طبعاً، ويقرها مجلس الإدارة. المجلس الإدارة يجتمع كل ثلاثة شهور فيقرها في أحد هذه الجلسات وتصبح أكتف موجودة. هنا يسند إلى الخمس أشخاص أو عشر الأشخاص اللي كتبوا واقترحوا هذه المجموعة البحثية، يطلب منهم أنهم يجتمعون ويتفقون فيما بينهم على رئيس وعلى مقرر، مثلا مسؤول الاتصالات الخارجية، مسؤول إعلام، يعني هم يرتبون الهيكل الداخلي بما يناسبهم. ليس هناك شيء، لأن كل مجموعة لها سيستم يختلف عن مجموعة أخرى، فيترك الأمر لهم يرتبون أمورهم، ولكن في الأخير نحتاج رئيس أو منسق لهذه المجموعة نستطيع أن نتواصل معه. هنا يبدون يعملون على الأبحاث، يعملون على المؤتمرات، على الفعاليات زي ما عرضناها في بداية اللقاء. وأي نشاط ممكن يقترحونه سوف يجدون الجمعية يعني تساند قدر المستطاع نجاح هذا المقترح أو هذا الطلب. هذا باختصار يعني الآلية إذا كان إنشاء جمعية جديدة، عفواً مجموعة جديدة. لكن إذا كانت هذه المجموعة exist أو موجودة فعلاً، زي مثلاً مجموعة الجغرافيا السياسية، فقط الطلب يرفع إلى رئيس المجموعة وهو يتداولها مع الأعضاء الموجودين أو على حسب الترتيب اللي خاص فيهم، وينضم العضو إلى هذه المجموعة. فهذا هو النمط الممارس أو المتبع في يعني في الجمعية الجغرافية السعودية. وشكرا. شكرا دكتور عبير، شكرا دكتور علي. في أي سؤال أو أي استفسار أو نلهي المحاضرة إن شاء الله؟ طيب، في الختام نشكر، نقدم جزيل الشكر لدكتور علي الدوسري على هذه الأطروحة وهذا التقديم وهذه المعلومات السرية والانفتاح بالنسبة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس والمشاركة في الجمعيات. كما أشكر رئيس القسم وأشكر سعادة الدكتور محمد المقري وأشكر كل الحاضرين الموجودين معنا، ونتمنى أن نلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى. وأحب أنوه الطلاب وأنوه لزملائهم، إن شاء الله سعادة رئيس القسم سوف يقدم لنا ورشة أو محاضرة قادمة ستكون مهمة جدا، لأنه حتحدث فيها عن أولويات البحث العلمي. فأتمنى من الجميع يعني الطلاب الموجودين معنا والطالبات الموجودين معنا يحسوا زملائهم على حضور هذه الورشة، لأنه نحن نزعى إلى رفع مستوى النشر ونزعى إلى رفع جودة البحث العلمي. فإن شاء الله حتكون محاضرات، عندنا محاضرات كل أربع إن شاء الله، وإن شاء الله حتكون هذه محاضرة حتجدول إن شاء الله وحنعلن عنها. فشكرا للجميع، شكرا للحضور، شكرا جزيلا سعادة الدكتور علي الدوسري، ونتمنى أن نلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى. شكرا لكم، شكرا لكم. شكرا لكم مرة ثانية على الاستضافة، ونراكم على خير. شكرا دكتور.